ملعب العباسيين انتم بتعرفوا انه هو خط، كان خط تماس للارهابيين، ويمكن كانت كل القذائف مسلطة على هالملعب هذا، هو رمز من رموز دمشق. فحاولوا كتير اختراق منطقة العباسيين واختراق الملعب، الحمد لله ما طلع بإيدهم. طبعا بحاجة إلى تأهيل كبير الملعب، يعني إذا أنتوا شفتوا الوضع، إذا بينهدوا بيتعمر يمكن أهون ما يتصلح. فالبنية التحتية كلها بدها إعادة تأهيل، المدرجات، هذا شيء بده صعوبة كبير وبده أرقام. يعني إحنا وقت اللي استلمنا الملعب 2017 حسب التقديرات الأولية كان شيء 3 مليار على فرق الأسعار، وما في كان اعتماد جاهز بالاتحاد الرياضي. يمكن هلأ وصل بعتقد يعني بين 9 و10 مليار، فبده اعتمادات من رئاسة مجلس الوزراء. الاتحاد الرياضي ما قصر، بعت كتب، ويمكن رئيس مجلس الوزراء كمان آخر شيء بعرف أنه يمكن أنه على دفعات، يعني وافقوا على الحكومة على إصلاحه ولكن على مراحل، 3 مراحل. فيمكن هلأ نشوف شو أهم المرحلة. المشكلة أنه كل مرحلة أهم من مرحلة، يعني في عندك البنية التحتية هي أهم مرحلة وممكن بتاكل مال كتير. هلأ نشوف بقى المهندسين شو بيطلع معهم. نحن بشكر محافظة دمشق أنه قامت الشهر الماضي بإزالة جميع الأنقاض من حوالين الملعب مثل ما شفتوا هلأ. طبعا وفروا علينا كمان جهد ومال، ويمكن هلأ واعدين الجمعة الجاية كمان أنه يرجعوا يعملوا شوية تأهيل حسب يعني تنظيف، مثل نقول تنظيف الملعب اللي حوالين الملعب. إن شاء الله نرجع نحاول نأهل الصالات اللي تحت المدرج اللي هي كانت رئة دمشق للرياضة، كان جيدة وكاراتيه وملاكمة ورماية ودراجات. إن شاء الله بنحسن نرجع نرممهم ونستخدمهم كونه أنه صاروا جاهزين، ما في أنقاض حواليهم. بس في عنا عائق هي البنية التحتية، يعني مثلا شبكة الصرف الصحي مضروبة، هي مربوطة بالملعب، شبكة المياه الحلوة، شبكة الكهرباء، هاي العائق تبع أنه نستغل أو نستفيد من هاي الصالات. يا بدنا نحاول نصلحهم إصلاح جزئي، يعني نجيب له صرف صحي جديد لهالصالات مربوط دغري مع الصرف بتوع الطريق العام، أو بدنا ننطر. بس أنا برأيي خلينا نستغل، يعني هلا وعدنا الأستاذ فراس بزيارة لهون لنشوف كيف بدنا حسب الوضع الراهن نستغل أو نجهز الرياضة داخل الملعب أو حوالين الملعب. إن شاء الله بالأيام القادمة يكون في تحسن، يكون في شغل. الشيء اللي نقام من هون أنا تفاجأت فيه، يعني كمية هائلة من الأنقاض. الحمد لله المحافظة جاوبت معنا، وإن شاء الله الجمعة جاي موعودين بتكفاية هاي الشيء. ملعب العباسيين بالمواصفات الدولية صار غير معتمد دوليا، يعني حتى لو تصلح كملعب دولي صار غير معتمد، لأنه يفتقد إلى مرآب سيارات، يفتقد إلى كتير شغلات دوليا صارت غير معتمد. فما بعرف اذا هذا وقف عائق انه قدام الفيفا، ولكن انا ما تواصلوا مع اتحاد كرة القدم انه شو صار او محطوط بالاجندة تبعهم، ما بعرف. بس انا بتمنى يرجع الملعب يكون مركز رياضي، يعني احنا لازم نفكر بملعب العباسيين اذا مو ملعب دولي هو مركز رياضي، ملعب للدوري، ملاعب تدريبية، نعمل فيه صالة العاب قوة أو هنجار لكرة السلة بتصير من برا، يعني نعمله مجمع، خاصة أنه موجود الفندق، الفندق شغال. فإذا صار مجمع رياضي بيخدم الرياضة كلها، بصير ملاعب للدوري، ملعب تدريبي، صالة، فينا نبني صالة بحرم لألعاب كرة السلة والطائرة واليد، وفينا نبني صالة ألعاب قوة بإضافة للصالات اللي حكيت عليها زائد الفندق، وفينا نعمل مركز علاج طبيعي مثل مستشفى صغيرة بقلبه، صار مجمع رياضي. فأنا يعني بقترح يكون ملعب العباسين إذا ما بدنا نفوت فيه دوليا ما هو معتمد، لأنه لا يوجد فيه مرآب ولا يمكن نعمل فيه مرآب حسب المساحة، روح نفكر فيه بمجمع رياضي بيخدم دمشق، بيخدم المنتخبات الوطنية.